السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ هنكمل القصة بتاعت الـ DR. طيب دلوقتي انا عندي primary domain controller و additional domain controller. عظيم. طيب مين اللي بيقول للبرايمري انت البرايمري؟ في عندنا حاجة اسمها الفيزمو ماستر رولز، flexible single master operation rules. دول عبارة عن 5 rules هم اللي بيكونترولوا جوه حاجة، كل حاجة جوه الدومين انفايرمنت بتاعتي. طيب عندي حالتين من حالات الديزاستر، هنتكلم في الفيديو ده عن حاله، اول حاله منهم، والفيديو الجاي هنتكلم على الكيس الثاني. اول كيس حاجه اسمها الترانسفير، بترانسفير الفيزمو ماستر رولز. يعني ايه ترانسفير؟ يعني انا عندي البرايمري شغال والاديشنال شغال، بس لاي سبب من الاسباب انا عايز اعمل فورمات للبرايمري. البرايمري طالما شايل رولز ما ينفعش نعمل له فورمات كده وخلاص. السيرفر وخصوصا البرايمري دومين كنترولر مش زي اي ماشين ان انا اقدر اعمل لها فورمات. ففي عندي 5 رولز لازم ايه انقلهم، فبعمل ترانسفير للرولز. طيب الترانسفير للرولز دي هتتعمل ازاي؟ خلونا مثلا دلوقتي احنا دلوقتي موجودين فين؟ موجودين على الاديشنال دومين كنترولر. احنا دلوقتي على الايه؟ على الاديشنال دومين كنترولر. طيب اول 3 رولز موجودين عندنا جوه، هنا جوه تيست دوت لوكال في الاكتيف دايركتوري يوزرز اند اي كمبيوترز. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا على التست دوت لوكال اللي هو اسم الدومين بتاعنا، اسمه ايه هنا موجود ايه؟ تست دوت لوكال. هنعمل رايت كليك كده، هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ اوبريشنز ماسترز. اوبريشنز ايه؟ ماسترز، اللي هي الفيزمو ماستر رولز اللي لسه مكلمكم عنها. اول رولز عندنا هنلاقي في عندي حاجه اسمها الار اي دي والبي دي سي والانفراستراكشر. طيب الرولز دي عباره عن ايه؟ اول رول مثلا الار اي دي، باختصار شديد هنقول كل رول بتتكلم عن الار اي دي، ريلاتيف اي دي، دي مسؤوله عن ان مفيش اي اوبجكت جوه الدومين انفايرمنت بتاعتي تتكرر، والثلاثه دول على مستوى الدومين. فهاجي هنا هقول له تشينج، هنتشينج من البي دي سي لمين؟ للاي دي سي، الاوبريشن ماستر اللي شايلها البي دي سي هنوديها على الاي دي سي. اوكي سكسسفولي ترانسفيرد. هاجي برضو على البي دي سي تشينج، يس نقلت من البي دي سي للاي دي سي. البي دي سي ديت دي رول مسؤوله عن الباسوردز وكل ما يتعلق بيها اللي هي البي دي سي ايميوليتر. طيب الانفراستراكشر، الانفراستراكشر دي مسؤوله عن الجروبز وكل ما يتعلق بالجروبز. كده نقلنا اول 3 رولز. طيب بعد كده هنفتح اكتيف دايركتوري دومينز اند تراست عشان نعمل ترانسفير للرول الرابعه اللي هي اسمها الدومين نيمنج ماستر. الدومين نيمنج ماستر دي على مستوى الفورست. يعني ايه على مستوى الفورست؟ يعني انا لو جيت هنا قلت اوبريشن ماستر هلاقي بي دي سي وايه واي دي سي، دي فين؟ اللي هي الدومين اللي هي الدومين نيمنج ماستر. طيب هعمل انا ايه دلوقتي؟ هقول له تشينج الاكتيف دايركتوري، واقول له هتروح على مين؟ على الاي دي سي، وبعدين رايت كليك واقول له اوبريشن ماستر. هتشينج منين؟ من البي دي سي لمين؟ للاي دي سي. اقول له تشينج. الرول دي مسؤوله ان مفيش دومين نيم يتكرر جوه الدومين انفايرمنت بتاعتي. طيب اخر رول اللي هي السكيما ماستر. السكيما ماستر عشان نعمل لها ريجستر بنكتب في الرن ريج اس في ار 32 سكيما ام جي ام تي management dot dll. نعمل register dll بتاعت السكيما ماستر، لان هي باي ديفولت بتبقى مش موجوده ومش معمول لها register، يعني مش هتلاقي في حاجه اسمها active directory schema. فبنعمل لها register الاول جوه الactive directory بتاعنا جوه الويندوز سيرفر بتاعنا اللي هو الاديشنال دومين كنترولر او البرايمري اللي انا هشتغل عليه. بعد كده بكتب في run mmc فايل، بعدين اد اور ريموف سناب ان، فتحنا ام ام سي اللي هي مايكروسوفت مانجمنت كونسول، وقلنا له فايل واد اور ريموف سناب ان. طبعا هنا بيقول لك ان دي ال ال ريجسترد خلاص سكسس.
فهنا هفتح كده هلاقي في عندي حاجه اسمها اكتف دايركتوري سكيما، دبل كليك عليها نقول اوكي. بقى في عندي دلوقتي اكتف دايركتوري ايه سكيما، نفس الخطوات اللي عملناها قبل كده هرايت كليك واقول له تشينج الاكتف دايركتوري دومين كنترولر على الاي دي سي. اوكي بعد كده هعمل ايه؟ هاجي هنا على الاكتف دايركتوري سكيما واقول له اوبريشن ماستر هنا على البي دي سي، وهي موجوده على وهنقل على الاي دي سي. الرول لسه لا زالت موجوده على البرايمري دومين كنترولر، انا عايز انقلها على الاديشنال دومين كنترولر. طيب تشين اوكي كده الفايف ماستر رول اتنقلوا، بقى مين اللي بيلعبهم اساسي؟ هو الاديشنال دومين كنترولر. طب البرايمري دلوقتي هيبقى وظيفته ايه او موقفه ايه من الاعراب؟ البرايمري دلوقتي اديشنال، يعني ايه اديشنال؟ لو رحت هنا في الاوبريشن ماستر رول، الرول مين اللي بيلعبها؟ الاديشنال دومين كنترولر هي الماستر رول عليها، والبرايمري ده موجود منه كوبي اقدر ان ارجع له في اي وقت. كده دلوقتي تقدر تعمل فورمات للبرايمري مفيش اي مشكله. كان معاكم المهندس محمد زهدي شركة كرييتيف جروب.